زي الموقع نوم ناظور بريس اي ثم سوي ثمان قارو مزول اذ خرست نوسا زك ستينوم ثون كينت ان ساقت فوت خل اسطورة ذو الخرافة ذي الثقافة الشعبية قيم ثاكيد نخ هومان ان سنت كتا خون زوارو جمو زول زي رجع مورينو زي المين باراواني تاني تعزو خل قد مخي جمو يوز ذا مقراني ما رايت مثنخ سوي مثنخ خيك تهتمن زي ثمازيخ وخصوصا زي المنطقة ناري والموضوع هذا غسير خروخاج الموضوع حساس شوي يتعلق الأسطورة ذي الخرافة قوم زوارو هذا نقدم التعريف مبسط وملخص الأسطورة انت الأسطورة ذي حاجات مهتمة وتعلق الطاس جمزروي اي التاريخ وتعلق زي الشخصيات شخصية تقضي من عن تمثال وتعلق المكان الزمن ذي تعيش روخة مثلا ذي قال مثلا أسطورة انت ذي المصطلح يوناني غاسيج المعتقدات تسمى شعائر لهني تا كورن تغاس ما جات نقطع كورن غاس اليونان يفض اي مصطلح غنخ نروح نشين تسد مصطلح داخل غنخ يعرف انت نحاول انو شي مثال نقارب شوية تسوية الاسطورية مثلا نحرشو العام باش نفهم من مارا يحو ذرين خفا من مارا 500 انا حرشو العام نتشوات حرشو العام وبالو مثلا انا في روخة مثلا ذي الوقت الراين او الوقت الحالي ذي نتعيش روخة يميا انا فهم مثلا انا حغا ميسي انت في ميسي ذي جن الشخصية توجد ذي الكونة وانت في التصنيو ذا نميا تقنت ذي القدوة نسل مثلا تنقع نشقوني الأسطورة قاشو ذي القدوة ينو تنتين فهم ذي ملا اما ذي جن مصطلح ناني الا وهو الخيال فالخيال عاود نقدم جن تعريف مو بالسيستميا تما من خلال ماشي نتوري يميا نقارب شويه التسويات الخيال انت ذي جن حاجه حازي الخيال هو ان شي نقرا السمازيخ اما المصطلح وسنين هو الخرافه فالخرافه ليش حاجة مثلا ميا نقارس تخارف السندات يعرف نقارس تخارف الخفيوة اي احمي تما نقارس تخارق الخفيوة انا يقطو اذا حاجة تخيالي تفهمت انا وشويج مثلا ميا مقرب شوي اذا غاخذ يعرف انت كتاريخ الطاس ميا الا وهو ثامزة تديج المصطلح الى حد الان شبع ذا السيمانتينو وحرق ماذا خير عقيري نوس نخو ميقان ثامزة يوات السين الشين جاميا مجان جاذي مزيان نميا فقط قارش يماش مثلا ايو غاكا قاين طمزة ورقا دين طمزة فماذا اقش مماش تواريخ روخانش تسمى الخرافة يا ضواد التعريف المبسطيس قدم خشم المصطلحات وايو زيك النواء يثمى الاسطورة ذو الخرافة ذي الثقافة الشعبية نعرف نتاث يكسين نيخك ساكوادم ثبرات ترباوية يويدوذ نيخ يحاموشني مزيان مالك كان عرف الأسطورة غاس العلاقة إيك التاريخ إيك مزروي نيخ إيك المكان نيخ إيك الزمن ومارا نعقب نعزو من أنت الأساطير يعرف نيخ مكتي غاد جا المعتقدات الدينية أنا في مثلا المعتقد الشفاء قمرابضن نيخ نزمع أنيني بوك باس إيك توحسابن نتاز الشلال نيس ما مشي قام دي الثقافة الشعبية أنه أنت بوك بس ذي جن الجن دا قبوز إتجيا في وذان خمين أنت راح غيجو غزدي صندغني غا الناحية العلمية أنت في بوك بس أنت الشلال نيدس ملايني طبيعي إذن الخرافة غاس العلاقة إيق الخيال هذي يري أيدوذ يتخيل شحاجة مثلا أم ثامزة نيخان بوشفان ضوطس من الجن دي الثقافة الشعبية نعرف سمانايا نشيني ريفين نغزاغ الأسطورة ذا الخرافة سيجن غزرات سلبية إذن ذاني تدج الخطأ خصا نفتاخا ممشيك تفتاخا مرة ويدوذو مظل الثقافة الشعبية نسن مثلا نروح غصين تف أنه تفتاخا عن ستينين ويكين خس أفلام وروايات إذن ما يمين شيني ريفين وانتق الأفلام ذا الروايات ندون أنوثق مزروي النخ للأجيال دغياسن
الثقافة الشعبية خانية عن التعريف، أما مشي يتجه الثقافة الشعبية غوا يذوض وما ظل من يكمر. سويا أيثما سويثما نسيتيم أنا كنتي زعما نخمار رحومة أنا حافظت خثون كينت نختو السنان نخ الثقافة الشعبية نخ، لأن يزور نخ زمان إذي نستمدى أردا أيثما سويثما غادي ينوض غوم كارون تخرست نخ أمرقين نخ كيش نتخرست تماينوت زكو ستينوم ثاون كينت أتقاذهم تجيك نيو دير أمان درهناه.